حادثة تحطم طائرة الركاب المصرية بوينغ 737 بمياه البحر الأحمر قبل 20 عاماً تعود إلى الواجهة بعد طلب الادعاء العام في باريس بإحالة الرئيس السابق لشركة فلاش إيرلاينز المصرية محمد نور إلى القضاء بتهمة القتل غير العمد. فما الذي وقع في ذلك اليوم؟ الطائرة المنكوبة كانت تقل 129 سائحاً فرنسياً وستة مصريين بخلاف طاقمها المكون من ستة أفراد أثناء رحلة داخلية بنظام الطيران العارض من شرم الشيخ إلى القاهرة. التحقيقات في ذلك الوقت أشارت إلى أن سبب الكارثة كان سوء الأحوال الجوية أو عطل فني أدى إلى تحطم الطائرة. فيما يقول الادعاء الفرنسي إن الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة للطيارين اللذين لقيا حتفهما في الحادث تشكل السبب المباشر لحادث تحطم الطائرة، وأن الجرائم الجنائية الرئيسية تعزى بشكل واضح إلى شركة فلاش إيرلاينز المتهمة بعدم تدريب طياريها وظروف العمل السيئة التي أدت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب في يوم وقوع الحادث.